الرحمن الرحيم. النهاردة أو الشابتر دي concerned ال nutrition والجروث بتاع البكتيريا والإنرجي ميتابوليزم. هنشوف ال point الأولانية اللي هي nutritional growth requirement والكربون requirement والأكسجين. زي أي كائن حي بيبقى ليها nutrition، بيبقى ليها respiration وليها carbon requirement. كذلك إن إزاي بتتعامل مع الشوجرز عشان تطلع طاقة، هي الـ aim of metabolism of sugars دايما هي الـ energy. هنقول الـ types of respiration وفي الآخر هنقول bacterial growth curve وأهميتها. bacterial reproduction اللي هي التكاثر بتاع البكتيريا، هل هو sexual ولا asexual، هو asexual. النيوتريشن بيبقى فيه inorganic carbon وorganic carbon، لا هي كل يعني most pathogenic organism عايزة الorganic، عايزة الحاجات complicated زي الكربون والنيتروجين والفوسفورس والسلفر والميتال ايونز including الايون. source of energy obtained from يا اما من اللايت، فدي بنسميها فوتوتروف، او من الكيميكالز كيمو سهلة الـ expression فوتوتروف وكيموتروف. الـ carbon requirement must be organic برضه. وعندنا two expression حاجة اسمها الـ heterotroph. heterotroph يعني إن الأورجانيزم بياخد الـ requirement بتاعته من الـ organic carbon. هنا include mean include the pathogenic organism اللي هي البكتيريا of medical import. أي pathogenic organism هيسبب مرض للإنسان بيبقى heterotroph. لكن الـ autotroph اللي هي الأورجانيزم بياخد الـ simple أو الـ carbon dioxide is the sole source of carbon. carbon dioxide is the sole يعني إيه؟ يعني single source of carbon، يعني مش ما ياخدش غير carbon dioxide وبس. autotroph ودي اللي هي simple organism. heterotroph utilize the growth the following growth following for growth ده MCQ هنجاوب عليه. طبعا الهيتروتروف دي لازم الorganic source of carbon وال inorganic source of nitrogen ولا organic source of carbon and nitrogen ولا inorganic source of carbon and nitrogen ولا well, the use of carbon dioxide as source of carbon. هي رقم 2. طيب تعالوا بينا نشوف الـ pathogenic organism، هل هي autotroph ولا heterotroph ولا phototroph ولا chemotroph، زي لسه احنا قايلينها انها heterotroph. oxygen requirement بنقول البكتيريا ممكن تكون هي مش عايزة غير oxygen وبس، يبقى هنا بنسميها strict aerobe. ندي مثل اللي هو زودوموناس، تسبب أمراض كتيرة وإنفكشن في الوند. ده must grow in the presence of oxygen، هو مش عايز حاجة غير الأكسجين. they cannot carry out fermentation اللي هو absence of oxygen. يبقى عندنا strict aerobe. عندنا strict anaerobe وجود الأكسجين يموتها. ليه؟ لأنها ما عندهاش الكاتاليز ولا البيروكسيديز ولا السوبروكسيد ديسموتيز، وهنتكلم على الفانكشن بتاعتهم واحد واحد. زي ايه مثلا؟ زي البكتيروز. البكتيروز دي موجوده في الانتستين، 99% of the organism of the intestine are strict anaerobe. فاكولتاتيف انيروب من اسمها فاكولتاتيف، يعني ممكن في وجود او عدم وجود اكسجين تكبر. So they can switch between aerobic and anaerobic types of metabolism. زي الستافيلوكوكاي موجودة على الجلد أو السكين اللي هي الستافيلوكوكاي. طيب لما نقول MCQ bacteria that make either fermented or respiratory set of enzymes، لا أوبليكيت أنيروب ولا
اوبجكت ايرو والمايكرو ايروفيل ولا فاكولتاتيف ولا ايروتونسيل. طبعا من الشرح اللي فات نقول انها فاكولتاتيف. اوكسجين ريكويرمنت، عندنا برضو حاجه اسمها مايكرو ايروفيل، هي عايزه اوكسجين بس بكميه بسيطه جدا، زي مثلا البكتيريا اللي بتسبب الكوليرا فبنسميها فيبريو، او الهيلكوباكتر دي بتعمل قرحه في المعده، او كامبيلوباكتر دي بتعمل مشاكل في اللارج انتستين نتيجه ان الواحد بياخد همبرجر وسوء. الاوكسجين ريكويرمنت ايرو تولرنت انيروب. ايه الايرو تولرنت انيروب؟ هم انيروب، احنا قلنا الانيروب ما تقدرش تكبر او ما تقدرش تستحمل الاكسجين، لا الايرو تولرنت من اسمها يعني تقدر تستحمل الاكسجين. ليه؟ لانها بوسس السوبر اوكسايد ديسبيتيز. طيب ايه الفانكشن اوف ذيس انزيم؟ هنشوفه دلوقتي. طيب اديني مثل للايرو تولرنت انيروب، يعني they are bacteria that cannot use oxygen but they can tolerate its presence. Why? Because they possess superoxide dismutase. ندي مثل زيها اللي هي Clostridium perfringens. Definition of tolerance to oxygen: the ability to detoxify. يعني احنا بنخلص من السوبروكسيد والهيدروجين بيروكسيد. Produce as a byproduct of aerobic respiration. دي الديفينيشن بتاعت التولرنس تو اوكسجين. يبقى what is the tolerance to oxygen؟ is the ability of the bacteria to detoxify، تتخلص من السوبر اوكسيد والهيدروجين بيروكسيد اللي هما باي برودكتس اوف ايرو ريسبيريشن. طيب ازاي؟ يعني اللي هي الستريكت ايروب بتاع ليه؟ لان عندها سوبر اوكسيد ديسمتيز، ده بيعمل ايه؟ كونفيرت سوبر اوكسيد تو هيدروجين بيروكسيد. دي موجوده الانزيم دي موجوده فين؟ في الايروبيك والايه؟ ايرو تولرنت. عشان كده قلنا الايرو تولرنت تقدر تستحمل الاكسجين. يبقى السوبر اوكسيد ديسموتيز ده بيحول السوبر اوكسايدز لهيدروجين بيروكسيد. الانزيم الثاني المهم هو الكاتاليز اللي بيحول بقى الهيدروجين بيروكسيد الناتج انتو ووتر اند اوكسجين. دي موجوده في الايروبيك بس مش موجوده في الايروتورنت. طب ايروتورنت انيروب، طب اخبار الستريكت انيروب ايه؟ ما عندهاش ولا دي ولا دي ولا السوبر اوكسيد ديسموتيز ولا الكاتاليز. الانيروب that are MSQ anaerobes that are not killed by exposure to oxygen اسمها ايه؟ aero tolerant anaerobe. aero tolerant anaerobe. MSQ تانية بنقول البكتيريا اللي ما عندهاش ولا السوبر اوكسيديز ولا الكاتاليز ولا البروكسيديز، يبقى دي اللي هي البكتيريا ايه؟ الانيروب رقم ثلاثة. Metabolism of sugar. الجلوكوز metabolism is achieved by glycolysis و by Krebs cycle و by oxidative phosphorylation. الجلايكوليسيس هي اللي بتدي الطاقة الكبيرة، this most common pathway، وهي اللي بتدي الطاقة chemical energy needed for biosynthetic purposes is stored in the form of ATP and NAD. ADP. ده اللي هي الكيميكال انرجي. Respiration could be aerobic involve الجلايكوليسيس والكريبس والاكسيدات والفوسفوريليشن، والفاينل ريسيبيان بيبقى الاكسجين مولكيول. الانرجي الناتجه زي ما بنقول انها عاليه جدا، 38 مولكيول اوف ATP. الانايروبيك ريسبيريشن ده دي في عدم وجود الاكسجين، the absence of oxygen. glycolysis and fermentation occur in the absence of oxygen. الفاينل ريسيبيانت هي الانورجانيك مولكيول and small number of ATP، مش هي دي اللي هتديني الانرجي. الانايروبيك fermentation occur in the absence of oxygen and is the least method of energy. كربون دايوكسيد هو اللي موجود في الهواء، هي اللي البكتيريا بتستعمله، لكن لو هي عايزة أكتر من اللي موجود في الهواء دي بنسميها كابنوفيليك. كابنوفيليك ندي إكزامبل إن هي النيسيريا. إيه النيسيريا دي؟ بتصيب
بتعمل مثلا الالتهاب السحائي نيسير من الجيتيتس، والبروسيلا دي بتصيب البقر، ده زونوز. يعني ايه زونوز؟ يعني مرض بينتقل من الحيوان الى الانسان. البروسيلا اصلا موجوده في الحيوانات وبتتنقل للانسان وبتعمل فيفر، فدي بتحتاج كربون دايوكسيد عاليه فبنسميها كابنوفيل. كابنوفيليك ريكوير ايه، لو ولا هاي كونسنتريشن اوف كربون دايوكسيد؟ لا هاي اللي هي رقم 3. طيب التمبريتشر، بنقول معظم البكتيريا بتكبر عن 36 37 اللي هي ايه درجه حراره الجسم، لكن ممكن تكبر في بعض الاحيان، في بعض البكتيريا بتكبر في الفريزنج او البويلنج بوينت. البكتيريا اللي بتستحمل الحرارة بنسميها ثيرموفايل، ثيرموفايل يعني بتستحمل درجة حرارة عالية لغاية 60. يبقى بكتيريا that grow at temperature as high as 60 بنسميها ثيرموفيل. ثيرمو يعني حرارة، فيل يعني يحب الحرارة، ثيرموفيل. pH or hydrogen ion concentration، بنقول ان معظم البكتيريا برضو احنا الجسم بتاعنا نيوترال في اتش، لكن في بعض البكتيريا بتحب الاسيديك، في بعض البكتيريا بتحب الالكالين. الاسيديك زي اللاكتوباسيلس دي موجوده في الفاجينا وموجوده في الاورال كافيتي. البكتيريا جروس كيرف، بنقول ان البكتيريا اول ما بتدخل مكان زي التيشو او اي مكان هي هتحصل في multiplication، بيحصل فيه in several stages. أول stage أو أول phase هو lag phase. إيه lag phase دي؟ تقعد بقى تتعرف على الميديا اللي هي موجودة فيها وما يحصلش فيها أي نوع من ال cell division للبكتيريا. دي مجرد adaptation لل external environment اللي حواليها. يبقى lag phase occur immediately after inoculation of cell in a fresh medium. سواء كان جسم الإنسان أو في الكالتشر في المعمل. The initial number of bacteria is constant. يعني أنا البكتيريا دخلت باتنين يبقى هما اتنين. There is no cell division. مفيش تكاثر. وبنقول إيه غرض من اللاج فيس للبكتيريا؟ هي الـ adaptation. بتتعود على الـ external environment. عشان تفهموا. عشان هتطلع دلوقتي enzymes وتستعمل إيه. يبقى expansion phase all cells are dividing regularly by binary division. هنشوف يعني ايه binary division، التكاثر بتاع البكتيريا. and divide at a constant rate، يعني بصورة منتظمة وبطريقة عالية جدا. the rate of cross is expressed as generation time or doubling time. يعني ممكن generation time ده يبقى صغير قوي، يبقى بعد مثلا ساعة نلاقي ملايين الملايين. يبقى the rate of cross expressed. هنا الـ expansion phase logarithmic phase هنشوفها في الانتيبيوتيك، ان عشان انت تقتل بكتيريا اقتلها في الحتة دي في اللوك phase، او ليها اسم تاني exponential phase. ليه؟ لانها بتبقى بتتكاثر بسرعة غريبة جدا، فمجرد انك تدي الانتيبيوتيك في الحتة دي او في المرحلة دي بتموت، يعني نسبة كبيرة قوي من البكتيريا بتموت. بالظبط احنا بنشبهها زي راجل يجري وبعدين نحط في طريقه عصاية، فمية المية هيقع. عشان كده بنقول ان اللوج فيز هي الفيز اللي ممكن نستعمل فيها الانتيبيوتيك عشان نقتل البكتيريا. عكس الستاشنري فيز، عكس اللوج فيز. اللوج فيز فيه increasing the number of bacteria، لكن هنا الستاشنري فيز لا، يبقى الـ number of bacteria ثابت. ليه؟ لان فيه دلوقتي النيوتريشن بيبتدي يتقلص واكيميليشن اوف توكسيك برودكتس، يبقى في الجروث ريت مش هيبقى بسرعه زي اللوك فيس، هيبقى سلو. وبعدين this phase is reach as the bacteria begin to exhaust both nutrition and space, biological space. يبقى هيبقى في ازمه مساكن عندنا، يبقى في balance between الجروث اوف بكتيريا والdeath اوف بكتيريا. ايه سبب هذا الظاهرة؟ ان في nutrition خلاص خلصت، exhaust of nutrition، accumulation of toxic product،
وكمان اللي خلص هو البيولوجيكال سبيس او ازمه المساكن اللي عندنا. ستيشنري فيز، لكن ستيشنري فيز ايه اهميتها؟ ان في بعض البكتيريا بتطلع انتي بيوتيك، هي بتطلعها في المرحله دي، وفي بعض البكتيريا مش كل البكتيريا بتطلع سبورس. يعني ايه سبورس؟ هنشوف عرفناها من الشابترز بتاعت الستراكشر بتاع البكتيريا. يبقى عندنا سبوريوليشن وانتي بيوتيك برودكشن اوكر ات ذيس فيز اللي هي ستيشنري فيز. طيب نيو سيلز برودوس ار بالانس وذ ديد سيلز زي ما احنا قلنا، and there is a constant value، يعني فيش ولا increase in number ولا decrease in number، as the rate of bacterial growth is equal to the rate of death. طيب تعالوا نشوف ال MCQ ده. The growth rate of bacteria during the maximum stationary phase, stationary phase, zero ولا increasing, constant, decreasing or negative, constant. طيب correlation of bacteria occur في any phase قلنا في stationary phase. Decline phase, the viable cells population decline. خلاص ما فيش ولا أكل ولا مكان ولا حاجة، يبقى ما فيش growth. ما دام ما فيش أكل يبقى ما فيش growth. Exhaustion of nutrition and accumulation of toxic waste. ده هما السببين المهمين للdecline phase. هادي lag phase، هنا برضو constant تبقى عدد البكتيريا constant، هو دي phase of adaptation. وبعدين exponential growth phase بيبقى العدد بيتزايد بسرعة، هنا أحسن مرحلة بنحط فيها الانتيبيوتيك. هنا stationary phase بيبقى الgrowth equal الdeath، يبقى فيه برضو constant. وبعدين هنا الديث فيز دي بعد ما فيش بقى بكتيريا حيه، فبتنزل لان خلاص اكزوشن اوف نيوتريشن وما فيش واكيليشن اوف توكسيك برودكت. يبقى لما نيجي نقول بكتيريا ار مور سسبتبل تو انتي بيوتيك وين جروث اوكر ان ماكسيمم ستيشنري ولا الاكسبوننشال او لوجاريتميك او لاك فيز او ديكلاين، هنلاقي رقم 2. Match suitable phase with the growth curve. طيب هنعمل matching دلوقتي. The incubation period of the disease، يعني دي هتبقى مع مين؟ مع lag phase. طب والclinical signs and symptoms مع؟ ممكن تكون exponential ممكن تكون stationary. طيب والconvalescent خلاص خف مع الdecline phase. Recovery بنقول انها decline phase واللاك phase والاكسبوننشال phase والستيشن phase. ريكفري في انهي حته؟ مع decline phase. bacterial reproduction بنقول ازاي بيحصل bacterial asexual reproduction، ما عندناش ميل وفيميل. طب بيحصل ازاي؟ بيحصل elongation للبكتيريا بتطول، وبعدين بيحصل separation لل دي ان ايه. احنا عارفين انها double strand، كل ستراند هتروح في ناحية، وتأكت كل ستراند اللي راحت في ناحية act as a template for the synthesis of daughter strand template for a complementary DNA. خلاص عملنا double stranded في ناحية و double stranded في ناحية، ايه اللي هيحصل؟ هيجي سيبتم جاي من الممبرين وجاي من السلول، يروح قاسم السيتوبلازم لاتنين، يعني كل part عنده double strand دي ان ايه والسيتوبلازم بتاعه. يبقى هنا السيلز سبليتس انتو تو دوتر سيلز اور ات ريميت اتاتش تو بيناري فيجن اهي، لكن في انيميشن نقعد نتفرج عليه.